ورشة عمله بالعاصمة التوغولية لومي، يراقب أفات إغنيكو بفخر طبيعته ثلاثية الأبعاد التي يمكنها صنع جميع أشكال القطع البلاستيكية. وضع نموذج أولي لهذه الطابعة تطلب منه شهورا من العمل، وتحصل على معظم أجزائها من أجهزة أعاد تدويرها. أفات إغنيكو تمكن إذن من تصميم أول طابعة محلية الصنع تعمل بتقنية الأبعاد الثلاثية في التوغو. حلمي هو إعادة إحياء الأمل لدى الشباب عندما يرون أن الإفريقيا صوتاً مسموعاً على المستوى العالمي فيما يخص التقنيات الحديثة. يمكننا ابتكار أشياء كثيرة، لماذا تظل إفريقيا دائماً على الهامش عندما نتحدث عن التقنيات؟ أفاتي تحصل على المكونات والقطع اللازمة لطابعته في مصب النفايات هذا في لومي، ونراه هنا يبحث عن قطع جديدة. المحركات والكابلات التي استعملها في طابعته تحصل عليها من أجهزة حواسيب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. آتي إلى هذا المكان دائماً لأبحث عن وحدات مركزية ومساحات ضوئية ومحركات وكذلك أحزمة وكل ما أحتاجه لصنع طابعة ثلاثية الأبعاد. هذه الطابعة مفيدة للغاية سواء في المنازل الإفريقية أو أماكن أخرى، كما أن لديها ميزات عديدة، إذ يمكنها إعادة استخدام عدد المكونات الإلكترونية عوض رميها والإسراع إلى شراء منتوجات جديدة. نبقى في إفريقيا ولكن ننتقل إلى هذه المدرسة الواقعة في لاغوس بنيجيريا. هنا يعيش الطلاب تجربة تعليمية جديدة هدفها حفظ اللهجات واللغات المحلية، فالتقنيات الجديدة تتطلب تعلم اللغات الأجنبية، وقد يكون ذلك في كثير من الأحيان على حساب اللهجات. لتعزيز اللغات والثقافات المحلية تستخدم هنا تطبيق لسرد القصص الشعبية التقليدية، وأيضاً لتعليم الصغار لغتهم الأصلية وإطلاعهم على ثقافتهم المحلية الثرية. هذه التطبيقة ترتكز على صور متحركة تفاعلية، من الأكيد أنها ستجذب اهتمام الصغار. هدفنا هو الثقافة، لأنه يجب الاعتراف بأن الأطفال ليسوا مهتمين كثيراً بالثقافة ويعرفون القليل جداً عن ثقافتهم المحلية. هذه هي طريقتنا المتواضعة لإعادة ربطهم بأصولهم وجذورهم، ولما لا استعادة هويتهم الثقافية. الإنجليزية هي اللغة الرسمية في نيجيريا، وهو ما أدى إلى تراجع حوالي 500 لهجة محلية منتشرة في جميع أنحاء البلاد إلى المرتبة الثانية. كلفة هذه التطبيقة تصل إلى 8000 يورو، ويتم اعتمادها حالياً في عدد المدارس بضواحي لاغوس. لكن لاستخدامها بفاعلية هناك حاجة أكيدة إلى توفر الهواتف الذكية واللوحات الرقمية، الأمر الذي لم يتحقق إلى حد الآن.